اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. كنا نتكلم في الحلقه اللي فاتت عن مبادرتنا اللي احنا عايزين كلنا نتشارك فيها، مش بس برنامج، لا كل المجتمع يتشارك فيها، لان هي اساس تنميه المجتمع. واطلقنا المبادره دي وكنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير، وتقريبا كل سنوات عمر البرنامج من 12 سنه واحنا بنتكلم عن التنميه. ولكن يعني لقينا ان اللبنه بتاعه المجتمع اللي هي الاسره هي اساس المجتمع، او هي اساس التنميه في المجتمع. فلما يكون في استقرار في الاسره هيكون في نجاح في اي مجتمع. اذا كانت المجتمعات المصريه والعربيه لازم يكون في استقرار، وقلنا ان استقرار الاسره المصريه والعربيه هي نجاح الشعوب ونجاح المجتمع. طيب يمكن فضيله الامام دكتور مجدي عاشور اتكلم في الحلقه اللي فاتت، قال لنا حاجه مهمه جدا، ان النقش في الصغر، ان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فانت بتتكلم عن اللبنه دي اساسها منين والتنشئه بتيجي ازاي، واي مجتمع عايز تعرف اذا كان فيه فعلا عمره قد ايه بتشوف نسبه الشباب فيه قد ايه. فاحنا تقريبا يعني الحمد لله ان احنا عندنا مجتمع شاب، مصر تعتبر دوله شابه لان نسبه الشباب فيها او السن الصغير يفوق 60%، فهي تعتبر دوله شابه. الدوله الشابه قادره على تحريك يعني كل نواميس وقوانين التنميه وتحريك قطار التنميه بطريقه اسرع او بشكل اسرع. ازاي نحقق ده؟ ازاي نعلم اولادنا الصغيرين، خاصه يعني عندنا السن من بدايه الولد يشب او البنت تشب كده، من مثلا هنقول من اعدادي ثانوي مرحله الجامعه تقريبا هم دلوقتي بيحركوا المجتمع. وان كان كمان يمكن في الاونه الاخيره بدا كمان السن اصغر، كل اللي بيتعامل مع السوشيال ميديا ممكن يكون سن اصغر كمان. ازاي نتعامل مع هذا الجيل؟ ازاي يكون الجيل ده، لان هو ده اللي هيحمل رايه التنميه، هو ده اللي هيقود قطار التنميه ومن خلاله هنشوف مصر احلى. ازاي نشوف الضوابط دي ويتعلمها ازاي؟ موضوع كبير وشائك، وانا عارفه ان هو ممكن ربنا بس يبارك لنا النهارده في الوقت نقدر نغطي جوانبه مع فضيله العالم الفقيه دكتور مجدي عاشور. اهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفنا ومنورنا كل جمعه. اهلا وسهلا، وربنا يبارك فيك ويفتح عليك. ربنا يبارك. موضوع كبير. نعم. وعارفة ان هو ممكن يكون في حاجات كتيرة شائكة، وفيها المسكوت عنها، وفيها اللي ممكن يكون الناس ما بتتكلمش فيه كتير، بس احنا محتاجين النهاردة ان احنا نتكلم مع اولادنا وشبابنا. نعم. وعايزينهم يسمعونا ازاي ننفذ اليهم، خاصة ان بقت في اليات خطيرة في المجتمع هي اللي ممكن تكون مسيطرة على هذه الاجيال، مش بس جيل زي ما بقولت في المقدمه، مش فقط الجيل اللي هو من بدايه المرحله حداثه السن، ده كمان بقى يعني السوشيال ميديا بتؤثر على الاطفال. نعم. واحنا محتاجين ان احنا نربي اطفالنا بشكل او باخر بحيث ان هم يقودوا التنميه ويتعلموا ويكون عندهم معرفه، ما تكونش المعرفه عندهم ومعلوماتهم بيستقوها من السوشيال ميديا اللي تقريبا كتير منها يعني الا من رحم ربي كتير منها معلومات مغلوطه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. طبعا هذا الموضوع من الاهميه بمكان، لانه كما قلت حضرتك يعني يخص طائفه كبيره، شريحه كبيره من المجتمع. نعم. وهذه الشريحه شريحه مؤثره وشريحه فاعله وشريحة تهم الجميع. يعني الشباب بيهموا أو بيهموا سواء الأسرة الأب والأم، الجد والجدة، وبيهموا الدولة كمان. فهذا الأمر اللي هو مسألة الشباب ومسألة كيفية التعامل معهم، إحنا عاوزين نقول قاعدة في الأول، إن العالم لا يعرف الفراغ. بمعنى لو تركت الإناء فارغا سيملأ بالهواء، ما يبقاش فاضي أبدا. ابني أو بنتي أو حفيدي أو حفيدتي نفس الحكاية، لو أنا لم أملأ الفراغ الذي عندهم بمعلومة صحيحة سيأتون بهذه المعلومة صحيحة أو خاطئة. صحيح. دور الأمهات والأباء الآن، وأنا لا أقول الأمهات والأباء لأن إحنا بنقول الطفل بتاعنا الشاب الفتى بيحتاج إيه؟ نحن نحتاج في هذا العصر إلى أم وأب واعيين. ونحتاج إلى إمام مسجد مستنير، سواء في المسجد أو في الكنيسة، ولكن نتكلم هنا عن المسجد. ونحتاج إلى مدرس فاهم واع يعيش الواقع وأمين. ونحتاج إلى أستاذ جمع عنده تقوى ونقاء.
وعنده أبوة أو أخوة بالنسبة للطلبة. العلاقات دي كلها إحنا محتاجينها من أجل هؤلاء الشباب. يبقى العالم لا يعرف الفراغ، ونحتاج لهذه الطاقات والأدوات التي تملأ هذا الفراغ. الأدوات اللي تؤثر. وحضرتك قلت برضو يعني عفوا للمقاطعة، بس يعني فعلا لفتتني الجملة دي، إن حتى أحفادنا فدلوقتي الأجداد هم اللي بيربوا لانشغال الأباء. انشغال الأباء. يعني بقيت ألاحظ كتير قوي إن الجد والجدة هم اللي بيربوا. ودي فيها مشكلة، لأن الفجوة إحنا الأيام سريعة، يعني الوتيرة التسارع أو السرعة شديدة، حتى إن بعض الآباء والأمهات قد لا يستطيعون إدراك ما يفهم هؤلاء الشباب الصغير أو السن الصغير، نظر لتطور الوسائل الاجتماعية. نعم. أو وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي، احنا عايزين نعملها كده في العنوان في الأول، نرجو أن تظل وسائل التواصل الاجتماعي وسائل تواصل اجتماعي وليست وسائل تفكك اجتماعي. وهي بقت كده أصلا. فاحنا خايفين من هذا الأمر، فلذلك بنحرص أن احنا نعرض ماذا نفعل. احنا اللي حضرتك اتكلمتي نقطة مهمة قوي عن الأشياء المسكوت عنها. احنا في عصر الآن أصبح ليس هناك شيء مسكوت عنه. وإن سكتنا نحن غيرنا يتكلم، وغيرنا هذا لا يخاف على أبنائنا. صحيح. فاحنا وعندهم أهداف أخرى. طبعا وعندهم أهداف، لأن مصر والأمة العربية مستهدفة في شبابها. صحيح. صحيح. ومستهدفة في أسرتها. نعم. وده مهم جدا. فاحنا بنقول هنا أتعامل بقى مع هؤلاء الشباب والفتيان دول والفتيات. نعم. كيف أتعامل معهم؟ هل أتعامل معهم بعقلية الجد والجدة؟ جدتي وجدي، تيتا، مش عارف نانا، أو أتعامل مع سيدي وستي في البلد بالطريقة دي؟ لا، في فجوة كبيرة جدا الأباء والأمهات يتحملوا هم، زي ما قلت لحضرتك، والمدرسين والإمام في المسجد والإعلام نفس الشيء يتحمله. طبعاً. طبعاً. فإحنا هنا بنقول طيب إيه القضايا التي تشغل الشباب؟ إحنا عندنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، لما ندرس الفقه ونحن صغار بندرسه في الإعدادي وفي الثانوي، الدراسة بتتكلم عن في الأول الطهارة، فممكن بتتكلم عن الطهارة، ممكن بندخل في أشياء كنا في الماضي ونحن نتكلم فيها نستحي وننكمش. صحيح. حتى الشيخ لما يجي يشرحها يبقى الشيخ نفسه شايفنا صغيرين، فمستحي شوية، وإحنا أولاد بنضحك بهذه الأمور. الآن صار هذا الأمر أو الموضوع أمرا طبيعيا، ما فيهوش ضحك ولا في أي شيء. ليه؟ لأنه عاوزين نقول السوشيال ميديا عملت ايه؟ مباح. كشفت ما كان في جدران البيوت، كشفته كل حاجة. ده بعض الناس بيتطوع في التيك توك، بيخش في الحجرة بتاعته ويشرح ايه اللي بيحصل، او ايه اللي موجود في الأوضة، او بتتكون من ايه، او ايه مجريات الاحداث التي تجري في هذه الغرفة. يا الله. بعض اماكن التيك توك كده، يعني بنشوف فيها الحاجات دي، وبتروح بقى لأولادنا دي حاجات جاهزة. هم لا يطلبونها غالبا عادة، ولكن تلاقي ان هو جاي كده تلاقي روح نازل له حاجة على السوشيال ميديا فيشوفها فتستوقفه طبعا وتجذبه، تستوقفه فيقف يشوف يسمع، حتى بقى ان كانت كلها مغلوطة، ان كانت كلها يعني حاجات ممكن تكون لها اهداف زي ما قلت. ثقافة الاب والجد هنا ممكن هتعمل معركة او تصارع أو تصادم بسيط مع ثقافة هؤلاء الأولاد اللي هم الصغار شوية. نعم. إحنا نعمل إيه؟ الأم والأب دلوقتي عليهم عبء كبير جدا. طبعا. وكل من بيده التعليم والتربية. في الجامعات أو في المدارس أو في المساجد أو في الكنائس أقوله. ليه؟ لأن إحنا زمان كنا بنربيهم على الأخلاق، وكان في مفيش هذه الحالة المرئية المشاهدة. أو الاتساع الشديد ده. احنا العبء الان يزيد، نعمل ايه؟ ان احنا اصبحنا عاوزين نعلمهم القيم، ونعلمهم كيف يفلترون الامور امامهم. فهو هيشوف قدامه الصوره، انا مش هقدر امنع عنه كل صوره، استحاله. هل انا ما عفوا برضو للمقاطعه من مره ثانيه، بس يعني في حاجات لازم يعني برضو يعني نستوقف عندها ونشوف مثلا هل فعلا يعني الام والاب يفلتروا ده، ولا انا كنت لسه اسالك السؤال ده حضرتك، يعني ولا مثلا يعني بيفلتروا ايه دلوقتي؟ بقت في نازله امكانيات معينه بتنزل على السوشيال ميديا انها تمنع، خاصه ان بقى في للاطفال فيديوهات
او مثلا حاجات على اليوتيوب او على تيك توك او اي وسائل التواصل الاجتماعي، في حاجات للاسف برضو كرتون وفيها مشاكل، يعني مش قادرة أقول لحضرتك فيها سلوك عنف وفيها برضو يعني حاجات ممكن فيها يعني الواحد إحنا نستحي إن إحنا نقولها، فيها أشياء كل حاجة كتير، فيها كل حاجة. حتى كتير من الأمهات تقول أنا فوجئت إن لقيت ابني أو بنتي قاعدة قدام فيديو معين بمثلا بيشجع كذا، لأن فعلا زي ما حضرتك يعني تفضلت وقلت إن مصر مستهدفة، فهم يدخلوا للأطفال ويتسربوا للأطفال من خلال هذه القوة الناعمة اللي هي السوشيال ميديا محببة للأطفال أو للشباب، بس فيها مثلا حاجات تشجع أو توريهم إزاي إن ممكن تكون حاجات إحنا حتى نستحي إن إحنا نتكلم فيها. هل بقى ده يتفلتر؟ حتة نستحي نتكلم فيها دي أنا عاوز أقف فيها شوية. بالظبط بقى. ليه؟ لأن كلمة أستحي دلوقتي ما أصبحتش في مكانها مع تربية الأولاد. نعم. هستحي من أمر يظهر أمامهم كل لحظة على شاشات الفيسبوك. نعم. أو على الانتر فيس بتاع الفيسبوك. نعم. مش هستحي، لو استحييت غيري لا يستحي. صحيح. وسيعلمه ما لا أحبه وسمحت لغيري التدخل طبعا في تربية أبنائي بطريقة خاطئة. نعم. لذلك بنقول أنا مش بقول الأب والأم كان زمان يفلتروا فيفتح التلفزيون يجي يشوف مشهد مش قوي، الأب والأم ممكن يحوله. أيوة. أو يقفله زمان مفيش ريموت اتربينا يقفله. على كده دلوقتي على كده. مش بنعمل نفلتر، إحنا بنعلمهم هم إزاي يفلتروا. يبقى شوف انتقلنا من ناحية إحنا اللي بنتحكم ونفلتر، مش قادر أتحكم وفلتر أنا. فجت في الحاجات الصغيرة بتاعت مثلا مشاهد الكرتون، أفلام الكرتون بتيجي فيها كده حتى. طب أنا هفلترها زي وفوسط أفلام الكرتون هشوفها أنا إزاي؟ ما أنا ممكن صحيح. أشوفه أتفرج هم صحيح. فأعمل إيه؟ أنا بربي في منظومة القيم مع الفلترة، ممكن هيشوفها بس بقول له ده غلط. دي غلط من الأول، بعلمه هو اللي هيقول غلط. لأن دلوقتي برضو الثقافة الجديدة كل حاجة هقول له غلط هقول لك أنت معيش في سجن، كل حاجة غلط. صحيح. أنت ما فيش حاجة حلوة أعملها. إنما أنا هربيه على الصحة، لو تعلمنا الصحة لعرفنا أعراض الأمراض. الله. لو تعلمنا كده فأنا بعلمه الحاجة الصحيحة. بعلمه إزاي أنت تبقى سليم وصحيح. ولكن في وسط هذا لو ابني أو بنتي جم وعاوزين يسألوا أي سؤال، إحنا دلوقتي يا أخوانا الشاشات مفتوحة والكاميرا مفتوحة، ممكن الشاشات مفتوحة قدام الأبناء يعني ممكن يسألوك، بيجوا يسألوا دلوقتي في التشكيك في وجود الله. بعضهم يتصل يقول بعضهم سب الدين أو سب الله عز وجل. أنا ما مش هطفشه، أنا هجيبه. ليه؟ ما هو ده غاية علم مبلغ علمه هو هذا، فبيجي لي أنا، ما هو طالما إني جالي دي حاجة كويسة. إحنا بس نعلم أبنائنا تعالوا لي، مش تعالوا لي بس. ونعلم أبنائنا ده أكتر، إحنا نروح له بس بطريقة يعني مبسطة وجميلة مش كرقيب. أنا بقول للآباء والأمهات لا تكونوا رقباء ولكن كونوا متابعين، لأن الولد بنت يحسوا بالرقابة هيقول لك خلاص أنا داخل الأوضة وهقفل عليا وادي البتاع مفتوح وفي إيدي وأنا ده. تحت اللحاف وتحت البطانية أو لا مؤاخذة يعني في الدبليو سي في الحمام. إنما لا، فين الصداقة اللي بين الأم والبنت؟ فين الصداقة اللي بين الأب والابن من أجل إن هم يحكوا لك؟ إحنا شباب أو إحنا أصغر من الشباب، الواحد كان يتكلم الحاجات المفتوحة دي مع اللي زيه. زمان كانت الأم تقول لبنتها قولي لي أي حاجة ومفيش محظور بالنسبة لك بس قولي لي نتشاور. ليه؟ لأن ده حاجتي هسيبها لغيري. نفس الحكاية الأب بيتابع ابنه وبيعمل ويسأل ويتكلم معاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشائكة لما قلنا كنا بنتكلم في مسائل الطهارة ومسائل كيفية الطهارة من الجنابة والنجاسة ومش عارف إيه وما يخص النساء، كنا بنتكلم في كده على استحياء. دلوقتي الامر ده بقى خلاص مفيش استحياء. ليه؟ ما خلاص ده غصب عننا بيد غيرنا وليس بايدينا. طب نعمل ايه؟ نطور نفسنا في التعامل مع الابناء في هذا الامر. لان من عندنا ثقافه التعليم لابد فيها من ادراك الواقع. الواقع عمل ازاي؟ اوعى يا اب او يا جد او يا مدرس او حاجه تعاملهم باللي انت اتعلمت بيه.
صحيح. إياك أن تعلم أبنائك بأدواتك التي تعلمت بها آليات فتحدث الزمن فجوة. نعم اختلفت الآليات على طول كلها، تحدث فجوة كبيرة بينك ويجي في وقت مش عاوز يسمعك أصلا. ليه؟ ما فيش قناة اتصال بينك وبينه. إحنا ما بنيجي بقى الوقت سيدنا علمنا، لو أننا في كل عصر على فكرة في بعض الأحاديث لو جت الواحد لما يسمعها كده عن سيدنا النبي يتخض خض شديد. مثلا الشاب جاله، شاب اهو مثلا عنده 15 16 سنه وعنده ثوره وفوران الشهوه، فجه قال له مباشره في الحديث الصحيح يا رسول الله ائذن لي ان ازني والعياذ بالله. شوف ما فيش مباشره. فسيدنا النبي يعمل ايه؟ طبعا اللي حواليه لو شافوا كده ايه اللي بتقوله ده قدام سيدنا النبي وتعب شغلانه. انما سيدنا صلى الله عليه وسلم مش كده، بيحتوي ليه؟ ده متصور منه يبدر هذا السؤال او هذا الكلام، ما هو غصب عنه. النار اللي جواه مين هيهذبها؟ كنتش انا ابوه او المعلم بتاعه هيهذبها؟ مين اللي هيهذبها؟ وبعدين ده انت مررت بهذا الامر ايها الاب، فتبقى عارفه حتى من غير ما يجي يقول. فقال له ائذن لي ان ازني والعياذ بالله. بيقول له كده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استغرب بسيط، وعند تكلم مع الصحابة تعجبوا وسكتوا حتى أنهم وقفوا كأن على رؤوسنا الطير. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له بقى بطريقة عقلية اللي هي بتتطور من وقت لآخر، قال له أترضاه لأمك إن أمك تعمل حد يعمل معها كده؟ قال له لا. قال له وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، ما جابلوش سيرة البنات لأنه مش متجوز، مالوش بنتك، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك، راح جاب له العلاقات كلها النسوية اللي حواليه النسائية. في كل مرة يقول له لا، قال له كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم ولأخواتهم. فلما قال له كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هدأ قلبه. ليه؟ ما هو فهم الولد على طول لما أنت تعمل كده ما يخالد فلان وعمة فلان وبنت فلان وأخت فلان، ما هو فلان ده موجود برضه مش هيسيب خالتك وعمتك واختك وبتاع، يبقى كده ما فتفعله فيهم سيفعله بعضهم فيما عندك. ليه؟ لان كما تدين تدان. بس سيدنا بحب يعلمه بلغه الشباب الجميله وقال له اترضاه كذا اترضاه كذا؟ قال له ابدا. ده ايه؟ انشا فيه النخوه. انت شاب عربي فتي، انت تنفع تشوف حد مع والدتك او مع اختك او هو دخله من مدخل اللي ممكن يؤثر فيه طبعا، وده الفهم الصحيح، مدخل الرجوله. نعم الرجوله الحقيقيه. نعم. مدخل النخوه. نعم مدخل التساوي. انت مش احسن من غيرك، عملت هم يعملوا. انت ترضى؟ فقال له النخوه لا ما رضاش. قال له خلاص ما الناس كلها عندها نخوه مش صحيح. انت بس. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كده هدأ الشاب، وزاد طبعا من الهدوء ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ودعا له، وبعد ذلك ما رؤي الا يصلي والا باخلاق طيبه. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وسلم. انا عارفه انا عندي كمان اسئله وفي معلش اتصالات كتير، وانا برضو عندي سؤال مهم هقوله لك يعني بعد ما نسمع بس الاتصال ده، لان ده برضو مهم جدا ان احنا عندنا برضو قصور او جهل في الثقافه الدينيه، فبرضه ده بيخلي منفذ سهل جدا ان اي حد يدخل لبناتنا وشبابنا. وكان جاي لي مشكله كبيره قوي هقولها لحضرتك بعد ما نسمع شيماء. شيماء اتفضلي. شيماء اتفضلي. الو محمود اتفضل. مساء الخير. مساء النور. كان عندي سؤال معلش. اتفضل اتفضل. ما حكم الشرع في الموضوع البشع اللي هم بيستخدموها الناس في اظهار الحق او كده؟ ما حكم الشرع في كده؟ هل دي فعلا دي حقيقه ولا دي ايه بالظبط مثلا؟ حاضر هيرد عليك فضلت الدكتور. اشكرك. ماشي طيب. وسؤالي بقى اول نرد على محمود، وسؤالي اللي عايزه اقوله لحضرتك ان كانت في سيده جت قالت لي لبنتها رغم ان بنتها شابه تعرضت لظروف كتيره ومثلا مشاكل في شغلها، مشاكل في انها اتفسخت خطوبتها، فقالت لها انا مش عايزه اصلي لربنا، انا هصلي له ليه اصلا؟ انا شفت ايه حاجه حلوه يعني والعياذ بالله يعني. فهي ممكن يعني شوفي ممكن الشباب ممكن يصلوا لمرحله معينه لان ما عندهمش الركيزه الاساسيه او البنيه الاساسيه للتعريف ما هو الله وما هو يعني ازاي ممكن يكون ربنا رحمن رحيم بينا، او ازاي يكون في ابتلاءات. فممكن نكون احنا مش عارفين ده او احنا مش معلمين في فراغ زي ما حضرتك قلت. الفراغ ده ممكن ينفذ منه اي فكر، اي حاجه تانية ممكن والعياذ بالله البعض ممكن يصل للالحاد.
الأول نرد على سؤال محمود عن البشعة. الأستاذ محمود بيسأل عن مسألة البشعة. والبشعة دي بتستخدم في بعض الأطراف من الجزيرة العربية أو في مصر في بعض الأماكن النائية اللي هم بيثبتوا بيها الإنسان ده سرق ولا ما سرقش، عمل دين وما عملش، اللي هم بيسخنوا بتاعه ويعملوه على لسانه. دي ليست بجائزة، لا تجوز، لأن دي ليست من وسائل الإثبات. أو هي من البينات ولا من القرائن التي تثبت حقا أو تنفيها باطلا. فدي بنقول لا نستطيع أن نقول بجواز هذا الأمر، لأنه فيه اعتداء على عضو من أعضاء الإنسان. صحيح. اللي هو لسانه مثلا، اللي بتاعته تبقى سخنة جدا ويحطها على لسانه، يقول لك لو لسانه نشف مش عارف يبقى هنا كاذب. ممكن حد فعلا يصاب صح؟ لا احنا ما عرفش حد بيعمل او بتاع. ما اصل الحالة النفسية بتدخل. ايوه. هم بيشتغلوا هنا وبيلعبوا على الحالة النفسية. يقول لك الحالة النفسية بالذكاء بتاع زمان، يعني بالحالة النفسية لو هو خايف وهو عمل الفعل مش هيقدر يعملها، فلا فهيعملها فلسانه هينشف من شدة الخوف، الريق هينشف فتلزق في لسانه. بس ده الطب اثبت، ما لم يثبت هذا. ما قالوش لا ده من الخوف الريق هينشف وبتاع. ما ممكن واحد يكون زي بنسمي ايه، ضليع في الجريمه، واحد متبجح ومتجرئ واخد على الحاجات دي. والله لو عملت له 100 بشعه مش هتبان عليه ليه؟ واخد على كده. احنا عندنا بينات وادله في الاثباتات وفي جهات التحقيق فقط هي التي نلجأ إليها. نعم. بغير ذلك سنترك للأهواء وللشيطان. فدي لا يجوز التعامل بالبشعة، لأنها اعتداء على الإنسان، ولأنها لا تثبت حقا ولا تنفي باطلا، لأنها ليست من أدلة الإثبات أو البينات. يعني ودي ثقافة قديمة نبتعد عنها ولا نلجأ إليها، لأننا قد نظلم الإنسان بسبب هذا الأمر. يعني تعد شيء من الثقافة الجاهلية، يعني تعد شيء من الثقافة القديمة. الثقافة القديمة التي كانت سائرة في بعض القبائل. ودي كانت زمان ممكن بيمشوا متحملة نظرا لعدم انتشار وسائل التحقيق وهذه الأشياء، أو عدم وصول وسائل التحقيق إلى هذا المكان. إنما الوقت النيابة العامة في كل حتة، الوقت وسائل الإثبات وغيرها في كل حتة. ده احنا وصلنا مش البشعة، وصلنا للدي إن إيه. صحيح. فممكن نشوف الدي ان ايه ونثبت اشياء كتير. صحيح. فازاي احنا نوصل للدي ان ايه اللي هو عاوز تحليل شيء ونتكلم عن البشعه الظاهره دي؟ يعني دي حتى لا تستوي مع مستوى العقل. صحيح. هذا الوقت. صحيح. الله يفتح عليك، ربنا يبارك فيكي. معانا شيماء، رجعت تاني، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. انا كنت عندي سؤال. اتفضلي. هو انا عندي اختي بتقابلناها عشان كتير، بس هي دايما بترفض. ايه اللي اسباب، يعني اسباب مختلفه منهم يتدخل، فهي هل هتتحاسب على انها ترفض عشان كتير؟ وهل ايه المواصفات اللي ممكن هي تقبل بيها زوج كويس ومحترم؟ طب ما هي المواصفات دي هي اللي تقولها، ولا حضرتك تقصدي يعني ان احنا فضيله الدكتور يقول لها مين المواصفات الانسان هي المفروض ترتبط بيه، صح كده؟ وهي بترفض لاسباب، يعني انت قلتي اسباب مختلفه. اسباب مختلفه، يعني مثلا، يعني هل هي مثلا ليها مثلا شروط معينه، فبالتالي كل اللي بيجي لها مش متوافق مع اللي جواها؟ يعني بالظبط كده. فانا عايز اعرف اذا هي تتحاسب على كده ولا لا. طيب حاضر، تتحاسب لو هو اللي جاي لها حد كويس وترفضه، صح؟ ولا كلهم فيهم مشكله؟ يعني كلهم مش نفس المواصفات اللي هي طالباهم. طيب حاضر، هيرد عليكي فضيله الدكتور. دي حضرتك هنعالجها بعد كده في كيفيه اختيار الخطيب او الخطيبه او المخطوبه. نعم. ايه المعايير اللي احنا نختار بيها؟ نعم. انا بس عاوز اقول معيار مهم قوي، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصفر بذات الدين تربت يداك. نعم. أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الدين هنا بمعنى إيه؟ الدين مش بيجيلك إنسان كامل. الدين إنسان إما أنه هو عنده أخلاق، ودين المقصود به الأخلاق. صحيح. الأدب. صحيح. الأصول. لحد أرجع له. لحد أرجع له دي بقى بتفصل لنا عن إيه الدين، يعني أنه هو بالفعل كده أو عنده قابلية يبقى كده. فده بنحكم على القابلية إن هو عنده تدين. إن هو عنده تدين يبقى قابليته للتدين كأنه متدين. تمام. قابليته إن يكون صاحب أخلاق يبقى ده عنده أخلاق. تمام. لأنه عنده القابلية. إنما لو إحنا
مثل هذه الحالة، لأن كتير بيجي لنا شكاوى إن البنت بترفض لأسباب كتير جدا وتفضل كده لحد ما سنها يكبر وتيجي زي السؤال دلوقتي. هي بتقول مثلا واحد بيدخن، طب واحد بيدخن وأنا عاوز واحد مكتمل 100% في جميع الأركان، مش هتلاقي. صحيح. مش هتلاقي. صحيح. إنما عنده، لأن ممكن في واحد بيدخن وفي واحد تاني يجي بخيل، أخد المدخن ولا البخيل؟ البخيل اللي علاجه صعب جدا. صحيح. إنما المدخن لما توديله الأضرار اللي فيها، لما أنت يبقى العشرة كويسة ويحبها وتحبه هيسمع كلامه، لما يتولد ولد صغير هيخاف عليه وهيخاف على صحته من التدخين الإيجابي والسلبي، يعني ممكن يقلع عن التدخين لكن لا يقلع عن البخل. إنما البخل صعب مثلا. أيوه. مثلا صعب البخل. أو إن هو يعني زي ما يسموه كده عينه زيغة عاوز على طول كده، أو إن هو مكار مثلا وبيمكر عليها على طول. طب ده يتعالج ولا التدخين؟ أنا مش بقول إن التدخين حلال ونعمل، لا، بس بقول لو أردنا زوجا خاليا من كل مكروه ومن كل حرام لما وجدنا هذا الزوج، يبقى أجيبه. طب الصغير بتاع ده أمر بسيط، ومش أمر إن أنا معاه بيرتكب كبيرة من الكبائر الفظيعة كل يوم، فأنا لما أقول له لا ما ده كده صعب إن أنا أقعد معاك. صحيح. خاصة لسه داخل، أنا لسه هيتشبك يعني أو تشبكها. إنما هو بيقول بتدخن، فأنا بقول لو واحد ما بيدخنش والأخلاق التانية المعايير كويسة يبقى هو أولى. تمام. إنما لو المعايير هنا متساوية مع بعض يبقى لازم نسبة وتناسب، ولازم أنظر بمسألة شبه رياضية. نعم. من خلال اللي احنا بنقوله ده عنده ابن أصل، ده متوافق معاه ثقافيا، ده متوافق معايا اجتماعيا، الانسان ده يعني عنده قابليه للنهات وخد، الانسان ده عنده بيحبني شويه او عنده قبول، وانا نفس الحكايه. المعايير دي لازم احط دي من 10 ودي من 10 ودي من 10، واشوف كده ان جيم التدخين منها اديله من 5% ولا 5 ولا 3، مش كتير قوي. ليه؟ لان هيبطل بعد كده، هيبطل، بس ما نضيعش العرسان مننا عشان خاطر امور بسيطه. ربنا يبارك فيك يا رب ويفتح عليك. نطلع فاصل، بعد الفاصل نستكمل كل مداخلات حضراتكم. رجعنا لكم تاني ونستقبل بقية مداخلات حضراتكم، وسامحوني لو أنا بأطيل شوية علشان ببقى برضو عايزة المعلومة توصل لكم فضيلة الدكتور، علشان مبقاش إحنا ما خدناش المعلومة هنا كاملة ودخلنا في حاجة تانية الناس تزعل برضو مننا، فربنا يعيننا. يعني معانا مين؟ بسام اتفضل. بسام، ألو ألو. لو طيب يعني يا ريت برضه اللي بيكلمنا يبعد عن التلفزيون عشان يبقى سامعنا. اميره اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. ممكن اسال بس سؤال؟ اتفضلي. طيب دلوقتي احنا يعني في فتره الخطوبه بيبقى او تعارف عموما، في بدايه اي تعارف في اي علاقه بيبقى الشخص بيظهر احسن ما عنده. صحيح. يعني انت ما بتعرفش عيوبه، بيبقى شايف كل مميزاته. صحيح. فانا ازاي اعرف عيوبه قبل ما الموضوع يتعمق اكتر؟ تمام، حاضر، هيرد عليكي فضيله الدكتور. طب نرد على سؤال بس عشان ما ننتهش، ماشي؟ طيب ده سؤال جميل على فكره، وانا عاوز بس زي ما حضرتك قلتي لي في الفاصل ننبه للناس ان احنا هناخد الملفات دي واحد واحد كل اسبوع. صحيح. ان شاء الله. بحيث ان احنا في فتره خطوبه هنبين نعمل ايه بالظبط. بس تمام. نقول لبنتنا الطيبه دي، طبعا في شباب كتير بيخش بيتجمل، وده طبيعة الإنسان، عاوز أتجمل عشان بان قدام عروستي وأهل عروستي إن أنا أحسن واحد، والبنت نفس الحكاية بس عند الشباب أكتر يعني. بس عند الشباب أكتر. إيه اللي يكشف لنا الأمور دي؟ بتكشفوا عدة حاجات. أولا صلاة الاستخارة في الأول. صلاة الاستخارة دي زي السحر. ليه؟ لأن يقول له وكلتك أمري، أنا مش عارف داخلياته إيه. صحيح. أنا شايفاه جنتلمان وحاجة حلوة وشاب كويس ومفتول العضلات وكله، إنما أنا معرفش من جواه عامل إيه. أو البنت أنا شايفها بس معرفش من جواها عامل إيه. مين اللي هيبين لي كده؟ اللي خلقها واللي خلقه. فبقول له أنا بستخير، ونصلي صلاة استخارة مرة واثنين وسبع مرات. تمام. وهو أول ما يتقدم، ونستمر كده حتى في فترة الخطوبة، نستمر على صلاة الاستخارة إني ربنا أستمر في الموضوع. ده الأمر الرباني الغيبي اللي هو مهم جدا، عشان خاطر لو حصل حاجة
انا في قناعاتي جوه من الناحيه النفسيه اقول الحمد لله، يعني ايه ان انا وكلت امري لله. تمام. الامر الثاني هنا بقى والدتها بتخش في الموضوع. لان في الصفات الكبار اللي يعرفوها زي ما قلت حضرتك بخيل. هي ممكن تتغاضى عن البخل، ما تاخدش بالها. ليه؟ اهم حاجه عندها الشاب بس. ده عنده نوع بخل. الام والاب عاوزين يجوزوها. نعم. وفي نفس الوقت عارفين درجات البخل عامله ازاي. صحيح. في واحد حريص، في واحد عنده بخل بسيط في جانب دون جانب، في ان هو يبقى بخيل على غيره ومش بخيل على نفسه، وبخيل على الناس كلها ما عدا عليكي، وهكذا. او عنده شح والعياذ بالله، يبقى حاجه فظيعه. الام والاب بيتدخلوا في الموضوع ده. تمام. لذلك هي تبقى الانسانه والانسان الشاب والشابه واعيين، نخش اولا باخلاص، ثانيا نشوف من خلال المعاملات ايه اللي في النص ونحلله. العملية يا أخوانا مش عاطفة فقط، شغال العاطفة وشغال العقل. صحيح. ليه؟ لأنك لن تعيشي بعاطفتك معه طول العمر. العقل أكتر طبعا، في عاطفة وكل حاجة، بس العقل مهم جدا. ليه؟ عشان تربية الأولاد كمان طبعا. فبقول لها أنا أشوف مردود أو رد فعله في كل التصرفات، مش من باب التربص، من باب تحليل الشخصية. تمام. أنا أحلل شخصيته وبرضه هو يحلل شخصيتها، بحيث أعرف وما يظلمهاش من تحليله. مرة واثنين وعشرة لقيت إن في حاجة أشاور مامتي وبابايا هيقولوا لي بالطريقة دي، هعرف الإنسان اللي قدامي ده يصلح يستمر معايا أو لا يصلح الاستمرار. وربنا يصلح لهم الحال يا رب. معانا بسام رجع تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ممكن أسأل الدكتور بس؟ آه طبعا اتفضل. إزي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عايز اعرف ايه حكم الشرع في ان حد بيشتغل عمل شاق في حياته بياخد منشطات او حاجه تقويه تساعده على العمل ده. طيب بس المنشطات دي عباره عن ايه؟ انا في لا مسموحه فهمت. يعني حاجات لا حاجات مش مسموح مخدرات. طيب. لا حاجات بتساعده بس تقويه، تساعده ان هو ما ينامش. طيب. يركز في شغله. طيب تمام. السؤال الثاني، السؤال الثاني، ايه حكم برضه الشرك ان حد مثلا الراجل بين الراجل وزوجته ان هو مثلا لو بيتعاطى اي حاجه مثلا تساعده على العلاقه الزوجيه بس تحت الشرط الطبيب برضه مش تمام. حاضر هيرد عليك طب نرد على ده الاول بعدين برضه ناخد تاني. طيب هو بالنسبه للاشياء التي يظن الشباب انها منشطه، وخلينا كده بعضهم بياخد، وده مش ترويج، ياخد يقول لك ايه، يجي لنا مساله اسئله يقول بناخد حبوب الترامادول مثلا او شيء من هذا. الترامادول ده من الادويه التي موضوعه على الجدول كما يكون عند الاطباء. لازم طبيب هو اللي يقول الترامادول ده، لانه بيتاخد في الحالات الشديده، الالم الشديد. صحيح. ويوصف له ربع قرص مثلا. صحيح. بس عن طريق الطبيب. انما لما دي ثقافه بقى ثانيه مختلفه. ثقافه ان انا اعرف اوفرها من تحت بير السلم او من بعض الصيدليات بطريقه غير صحيحه. ودي طبعا الصيادله فاهمين هذا الامر وما بيعملوش كده، بس ممكن تكون في فئه بسيطه تعمل كده، او اللي شغالين مع الصيادله مش لازم الصيادله. فناخد بالنا من الحته دي. بس عاوز اقول في دراسه وابحاث قريناها، ان المركز القومي مثلا للبحوث هنا في مصر قال ان الاشياء دي اللي بتظن انها تقوي الشهوه او انها تقويك بنواحي اخرى، ما تخليكش نايم، بتنتبه، دي بتضرك على المدى مش البعيد، المدى يعني مش القريب جدا دلوقتي، لا بعد شوية صغيرة هتجيب نتائج عكسية. يا خبر. بدل ما تظن نفسك قوي يجيله ارتعاش وتأثر على المخ. أعوذ بالله. وقال تأثر على الدورة الدموية. وجابوا فيها تقريبا يجي 10 أشياء مضرة بالإنسان. فأخذ الترامادول بدون استشارة الطبيب لا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا. ليه؟ لأنك بتقدم على أمر قد يضرك وأنت لا تعرف. فطالما أن قد لا يضرني وفي طبيب اللي هيقول لي يضرني ويضرنيش وأنا سبته، يبقى أنت كده ممكن تروح لشيء يضرك برغبتك وإرادتك. فأنا بقول هنا للشباب، وأنت عدم المخدرات برضو؟ ده بعلمه من كده. بعلمه حضرتك من كده. الترامادول والحاجات دي كلها ممكن فيها امور جنائيه. تمام. او جنح يعني. طيب. فهنا بيقول احنا بنقول ان احنا اوعى تفتكر ان الحاجه اللي بتيجي عن غير الطبيب، لازم عن طريق الطبيب، ان هي عملت معاك مره او مرتين دي بقت حلوه. لا، لازم نبص بعد كده. ليه؟ لان جالي حالات استخدم الامر ده كتير، هو والمنشطات الاخرى التي تؤخذ عن طريق غير الطبيب. عملت ايه؟ جت بعد كده جاب نتائج عكسيه، ومن ثم تفككت الاسره. وطبعا بيزود الجرعه بقى كل ما بيزود. طبعا.
لان العمليه عنده خد على كده فعاوز يزود الجرعه فيزود الجرعه يبقى الاضرار هتترتب بقى. اكثر يدمن بقى يبقى مش هيعرف يشتغل الا بكده. صحيح. حتى بعضهم مش لازم حتى في النواحي الجنسيه او غيره يقول لك انا هاخد ربع ترمادول عشان اقعد 3 ايام صاحي ما نامش. ده ضد طبيعه الجسم. الطبيب لا يشير بهذا ابدا. بس هو قال في سؤال الثاني ان هو بياخد يعني بياخد حاجات زي كده عن طريق الطبيب. الطبيب له عدله خلاص. احنا الطبيب ده مؤتمن عندنا. أيوة. الطبيب ده بيخاف على صحه الانسان البدنيه والنفسيه. فنقول الطبيب قال لك اعمل مباشره. تمام. انما غير الطبيب واخد بالطريقه العشوائيه اللي انا اظن ان هي مفيده وبتطلع في الاخر زي ما اكل الحشيش زمان يقول لك ده بيقوي ومش عارف ايه وبتاع وطلع بعد كده ان هو بيتعب الانسان ويجيب له امراض عديده يقول يا ريتني ما كنت عملت كده. ليه؟ لان ربنا مديك قوه نشط القوه الذاتيه اللي عندك. صحيح. قالوا ممكن الترامادول اللي انت بتقول عليه ده لو انت بتروح الجيم وتنشط نفسك يغنيك عن مثل هذه الاشياء وايه وده هيفضل معاك على طول مش هيضرك انما ده هيضرك. تمام. نعم. ربنا يفتح على حضرتك يا رب. هو يعني اذا كان بياخد الادويه اللي هي مثلا الثانيه اللي تبع الدكتور فدي حلال. اما اذا كان بياخد اي حاجه الطبيب بيقولها دي خلاص ياخدها لانه مريض. المنشطات بقى اللي بياخدها في الشغل دي واللي هي تعد من المخدرات يبقى لا تجوز لانها تؤدي في المآل الى ضرر كبير عليه. ربنا يفتح لك يا رب. معانا محمد اتفضل. لو سمحت عايز اسال ايه حكم ان في حد شغال في شركه دخان بيتاجر سجاير حاجات زي كده. بيتاجر؟ اه طيب. تاجر سجاير. هو تاجر سجاير. طيب اه هيرد على حضرتك. بص حضرتك السؤال ده بيجي كتير ومهم قوي. زي ما انا قلت كده عن واحد خطيب اتقدم لبنت وبيدخن. احنا عندنا حكم السجاير شربها عندنا ان هي حرام. ليه؟ لأن الأطباء قالوا بتضر بالصحة وإحنا مع صحة الإنسان. صحيح. بس المسألة اللي زي دي معناها الحرمة فيها قطعية يعني النصوص قاطعة ودي عاملة زي الخمرة ودي عاملة زي كذا. لا دي مسألة الناس اختلف النظر فيها ولكن الفتوى دلوقتي إن هي حرام. طب آجي دلوقتي واحد شغال بيبيع في محل بقالة سوبر ماركت في كشك شغال في شركة دخان أو بتاع آجي أقول له على طول كده وعيشتك حرام وبتاع وهديله الاسره وما الاقيش شغل اقول له لا. انت ما تعملش كده ويقول لي انا عاوز ابيع سجاير ومش بتاع اقول له ما انت ما تبيع سجاير انت بتبيعها عشان هتضر الغير والضرر ده مش احنا اللي قايلينه كمشايخ ده اللي قاله الاطباء ومنظمه الصحه العالميه. فبنقول لك بلاش. الامر ده بقى حضرتك اللي احنا قلنا فيه المره اللي فاتت في فارق بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبيق. لما يجي الامر حرام بس لو انا خدته مره واحده حياتي هتضطرب. تمام. لا مش هبيع البتاعه دي مره واحده حياتي هتضطرب ومش هلاقي. وقناعتي ويقيني مش جامد قوي ان ربنا هيعوضنا خيرا منها. فاعمل ايه ساعتها؟ امشي بالتدريج. طب ما بيعش كتير. اقلل واحده واحده. طب اجيب بضاعه ثانيه. ايوه لسه اقول لحضرتك يحط اجيب بضاعه ثانيه موازيه. أيوة. نافعه وازود البضاعه بتاعتي. اقطر نشاطي عشان خاطر العمله الجميله دي تزيح العمله الرديئه دي. صحيح. فامشي واحده واحده كده. يبقى انا بقول عشان لا نعنت على الناس وهذا من فقه الشريعه. نعم. وده من فقه المآلات وده من فقه المقاصد بيسموه. ان التدرج في التطبيق هطبق معاه واحده واحده. بلاش دي. طب خليها لحد ما تشوف بديل. طب البديل وهكذا. تمام. لو عملنا كده في كل اللي سأل عنه يبقى احنا هنسيب الامر ده بس على فترات مش هيضر حياتنا خاصة مع مع الناس اللي هي يقينها مش عالي بالله ان طالما دي حرام انا مش عاوزها فربنا هيعوضني خير عشان ما خليش الاسره تتشوش. صحيح. ولا هو يتشوش في رزقه ولا تعبه في نفسيته. الله يفتح عليك يا رب. بنبارك فيك. معانا مين؟ ام لينا. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي بس سؤال معلش. السؤال يعني بعد زوجين بقالهم 30 سنه متجوزين. وطول ال 30 سنه الزوج بيهدد زوجته بالطلاق وعلى طول بيحلف بالطلاق قدام الابناء. في حكم الشرعي في ان هو بعد ال 30 سنه بيقول لها انت مثلا قيمتك بكام؟ ب 5000 جنيه مثلا من 30 سنه هديهم لك على الجزمه. تمام. ايه حكم الشرع في الزوج ده؟ ايه حكمه في انه اخذها لحم ورماها عظم بمعنى اصح؟ وانه بقى دلوقتي بيدور على الانسانه الصغيره في السن، خلاص بقى نسي شبابها اللي ضاع ونسي وبيدور على الانسانه الصغيره في السن دلوقتي.
هي تعمل ايه؟ ما احنا ما هي حاضر حاضر يرد عليك فضيله الدكتور. طبعا يعني دي حاله الواحد ياسى لها. ليه؟ بس عاوز اقولها اللي بيتكلم كتير وقعد معاها 30 سنه وما يعرفش الطلاق كان اتجوز من زمان ده طق حنك زي ما بيقولوا بتاع كلامه وخلاص فهيفضل كده. بس طبعا ده ما يمنعش ان بيسيء ليها كتير وان هي عايشه تحت التهديد وخاصه بيقول لها ان القايمه بتاعتك زمان كانت يعني ايه المؤخر 5000 جنيه هديكي او القايمه ب 10000 جنيه هديهم لك وتمشي. العمليه مش كده. العمليه انك تظلم الزوجه اللي فضلت معاك طول الوقت ده وعشان عينك زاغت او عشان خاطر انت نفسك مش سويه تظلمها. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بعدم الظلم بالنسبه للزوجه. لو امرنا حتى نجيب الاحاديث كلها كده والايات لو امرنا ما نظلمش حد مطلقا مطلقا ما بالك بالزوجه اللي قاعده معايا ونايمه جنبي وبتعمل الاكل وعشره العمر كله هظلمها. وبعدين تصور كده لو انت في شغل والمدير بتاعك بينكد عليك كل يوم وقال لك انت اسمك مكتوب بالقلم الرصاص كل شويه همشي بتفضل مرعوب قد ايه. صحيح. انت تقبل هذا لزوجتك عشان ربنا يا رجل جعل كلمه الطلاق في يدك تستغلها؟ ده اسمه التعسف في استخدام الحق. لا اله الا الله. والتعسف في استخدام هذا الامر ان ايه ربنا جعله في ايدك. بس خلي بالك لما ربنا جعله في ايدك انا بقول لها هو مش هيعمل كده. انت تصبري عليه خاصة 30 سنة يبقى فيه اولاد. هو اقول له اتق الله عز وجل في هذه السيدة. عاوز هو يتزوج او ما يتزوجش ما يعملش يبقى زي السيف المسلط وعامل زي السيد مثلا زي ما بيعمل كده بالطريقة الصعبة دي. واقول له اعمل بس ما تقتلش الاولانية. صحيح. عشان خاطر انت بتقول ان انا عاوز اتجوز واحدة تانية. طب ما يتزوج ومن غير ما يقعد يهددها. من غير ما يهددها ولا يعمل. واظن المشرع المصري ماشي في اشياء في التشريع ان الحالة اللي زي دي ممكن ما يكونش في حتة تلاقي حتة تقعد فيها. موجود دلوقتي بعض التشريعات وبيكملوها ان يبقى في حضرتك في عنصر امان لهذه الزوجة. وللاسف عنصر الامان جاي ضد تغيرات هذا الزوج الذي كان يعيش معها. مع ان المفروض هي اللي تعيش معاه في امان. مع ان تعيش معاه في امان. المفروض الزوج هو مصدر الامان. صحيح. يعني اشكو للناس كلها اشتكي منها له اقول له ده بيعمل فيها كده. انما اشكو زوجي اللي انا معاه في بيت واحد تحت صخر 30 سنه وبعدين اقعد كل يوم اعذبها عشان انت بس بتكلم الطلاق او ملاش اب وام او ملاش عزوه او خلاص بقى أو يعني حاجة. كبرت بقى. هاخد 5 سنين كبرت. وكبرت. هو احنا تعلمنا كبرت دي ان احنا نعملها نعمل كده؟ انت شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج تزوجهن كبارا ما عدا السيده عائشه. صحيح. قال لواحده منهم يلا امشي انت مش نافعه دلوقتي انت كبرتي. العمليه مش كده. خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. اي واحد ليس عنده خيريه لزوجته فليس فيه خيريه لزوجته. يا تقعد معها بالمعروف يتمشيها بالمعروف ما تموتهاش كل يوم. انما هتموتها كل يوم بهذه الطريقه يبقى انت كده بعيد عن هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الازواج فضيله الدكتور بيبقى هو مثلا يبدو لطيف وسمارت قدام الناس كلها ولكن مع الزوجه والاولاد حاجه تانية خالص. ده يعني بقى ده عندهم في صنف الشخصيه والناس تقول ده طيب ده كويس. لا ده عندهم في صنف الشخصيه وما بيحبهاش. واحنا قلنا يا اخوانا ليس البيوت لا تقام على الحب وحده. نعم. ولو ما فيش حب احنا في موده وفي رحمه في عشره في سكن وسكينه. سيدنا عمر قال كده القليله تلك البيوتات التي تبنى على الحب. نعم. ما احنا مش هنمثل افلام. صحيح. احنا داخلين عشره نفس مع نفس. نعم. داخلين اولاد داخلين يا اخوانا مسؤوليات كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مش دورش على الحاجات البيزنطيه او الفلسفيه دي. الحب ده وجد جميل بس خلي بالك كثره العشره الطيبه مع العمل الصالح واخلاص النيه مع الزوج وهي مع الزوجه هو مع الزوجه وهي مع الزوج ده بينشئ حاله ممكن تكون تساوي الحب واعلى من الحب. نعم. اللي هي الرحمه والموده. برحمها فجعل بينكم موده ورحمه يبقى الاثنين. نعم. هحبها وهرحمها وهي هتحب وهترحمه. بس ده عاوز ان احنا نخلص النيه لله. نعم. والزواج لا يقال. انا بقول كل بنت وولد خش ان الزواج ده لي انا ليا وان عقد متكامل كده له احكام مخصوصه لله عز وجل اللي هو الميثاق الغليظ الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. وزي ما حضرتك تفضلت مع السائله ان هي يعني صلوا بقى صلاه استخاره علشان يبقى فيه الاختيار الصحيح. وزي ما حضرتك تفضلت برضو ارجعوا لذوي الخبره اللي هو ده مهم جدا وده هنفرده في حلقه حضرتك. اللي هي معايير
مواصفات اختار الزوجة والزوج وهل انا لوحدي اللي بشترك فيها ودي بنت صغيره او ولد صغير ولا فين الاسره بقى اللي احنا بنتكلم عن الاسره بس الاسره هنا شغلتها ايه المتسلطه ولا اسره مستشاره صحيح فارق بين لازم كل واحد يقوم بدوره بس الدور المحدد ولا يتجاوز هذا الدور هو للاسف برضو معلش الشيء بالشيء يذكر فضيله الدكتور يعني مثلا في زي ما السائله تفضلت وحضرتك رديت عليها ان ممكن تتخدع في الخطيب ده وايضا يعني شفت مشكله كان زوج طلب التطليق يعني هو اللي كان رافع قضيه طلاق على زوجته بعد زواج اول يوم يعني بعد يوم الزفاف لانه اكتشف انها خدعته في شكلها يعني كانت ايام الخطوبه شكلها مختلف تماما شكل جسدها مختلف تماما عما يعني رآها زوجته في البيت فقال ان ده غش فيعني ان هي غشته بما ليس الحقيقه دي حاجة يعني. درجه التدليس هنا قد ايه من غشنا فليس منا منها دي بس الحاله بس كان هو يسامح يعني دي عملت اشياء كبيره جدا بحيث ان هو اصل هو اللي بصر برضه فقول ان هي غيرت الدنيا كده معناها ان عملت حاجات بقى خطيره غيرت من شكلها تماما وفي هيئتها فهو ما خدش باله ده يبقى فيه تدليس انما ده ياثر على الحياه الزوجيه ولا لا ده لازم نقف على محدداته عشان نقول ده في تدليس وده يدعو للطلاق وتاخد حقها كلها دي عاوزه تحقيق ولكن الواحد ياخد باله اهم حاجه زي ما بقول لحضرتك الواحد ياخد باله هو داخل بس بنيه صافيه وانا بقول اللي نيته صافيه مع بعض الوعي مع بعض الوعي ربنا بيخليه يسلك يوفقه للخير يوفقه على طول طبعا ومحدش يعرف يخدعه ابدا ليه؟ ما هو الاستخاره شغاله دي الاستخاره الجمال فيها بيقول يعني ايه؟ اللهم ان كنت تعلم ان هذا خير في ديني ومعاشي وعاقبتي امري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا شر لي فيه فاصرفه عني واصرفني عنه صحيح يعني ابعده عني وانا لو بميل فيه من ليه ابعدني انا الاخر عنه انت بتدعي ربنا القادر بتستشير بقى رب الكون يعني لذلك ما خاب من استخار ولا ندم من استشار كما قالوا فاحنا عاوزين نقول احنا في هذا الوقت ان عاوز الاسره تسمع من ابنائها كل شيء صحيح. عاوز الاسره تتكلم مع ابنائها وبناتها في كل شيء ليه يا اخوانا كل شيء معروض على الفيسبوك وعلى غيره فبقول لهم لو انتوا ما سمعتوش منهم هيروحوا يشوفوا الحاجات دي كلها ومش هيلتفتوا ليكم فده اللي احنا نقدر نعمله مع اولادنا الله يفتح على حضرتك يا رب طيب معانا مين معانا مريم اتفضلي مساء الخير مساء النور انا كنت بس عندي سؤال عاوزه اعرف حكم الشرع ان الام تلبس قاعده بلبسها لبيتي لبسها في البيت يعني قدام جواز بناتها وانا عارفه يعني ان الظروف مقام ولادها وكمان عادي لو اخواتها قعدوا بلبس البيت قدام جواز اختهم يعني تمام هما كده محرمين عليهم تمام ماشي اشكرك يا مريم ناخد شادي بالمره عشان نبقى نجاوب دول اخر اتصالين يلا اتفضل يا شادي اتفضل ابعد عن التلفزيون الله يكرمك عشان الوقت يا شادي الو ايوه اتفضل الو الو يا فندم ايوه ابعد عن التلفزيون انا كنت بس عندي سؤال اتفضل هو انا ماشي انا بعدت عن التلفزيون طب اتفضل هو انا بس بابايا عنده حته ارض ورثه بس هي اخواته كلوا فيها وهو ايوه اتفضل يا بابا وهو يعني كل لما نقوله على حته الارض ان هو يروح يجيبها يقول لا حرام عشان اخواتي وعشان ما ارمهمش في الشارع عشان هم اخواته بانيين على الارض وقاعدين فده معناه ايه انت عندك كام سنه يا شادي عندك كام سنه يا بابا انا عندي 14 طيب ما شاء الله عليك شكرا حاضر هيرد عليك فضيله الدكتور طيب السؤال الاولاني حضرتك بالنسبه للحما كالام في كل حاجة والحما بتقعد قدام زوج ابنها زوج بنتها بتقعد معاه كأمه تماما والأم حتى بتقعد يعني بتقعد طبعا واخدة راحتها بس إلى حدود الأمهات علمونا كده صحيح بالمتعارف عليه فبتقعد قدامه كده
والام سواء الام سواء الحما يبقى الحما شانها شان الام في هذا بالامر المتعارف عليه اللي هم بيقعدوا شعرهم باين وبيقعدوا مش عارف ايه بنص كم بتاع عادي خالص ليه ده ابني وهكذا. اما اخوات الست بقى بس طبعا يعني معلش برضو قبل ما تنتقل يعني من غير بقى ما تلبس لبس مبالغ ما يكونش لبس مثلا شفاف وبتاع ليه ما انا عشان كده قلت ايه الام نفسها ما بتعملش كده صحيح يبقى الحما مش هتعمل كده لان متعارف عليه الحياء بيمنع من هذا يعني الحياء قد يمنعنا من بعض المباح نظرا للعرف ونظرا لخصوصية صيانة الست فهي بتحافظ على نفسها كده والأمهات والحما بتعمل كده أما بالنسبة لأخوات بقى الزوجة لا أخوات الزوجة يقعدوا محتشمات أمام الزوج ليه؟ لأن هم أجنبيات بالنسبة له ولو محجبات تبقى لابسة الحجاب تبقى لابسه الحجاب متغطيه بس يعني ايه ممكن بيقعدوا ايه يعني مش قاعده بجلابيه البيت فتقعد بجلابيه البيت مش هتمشي في الشارع بجلابيه البيت دي الفوارق اللي بين بره البيت وجوه البيت بالاضافه ممكن هتكلمه وهو هيكلمها ده زوج اختها هو متحرمه عليه تحريم مؤقت مش تحريم مؤبد والتحريم المؤبد زي الحما كده وزي غيره ده اللي بنقول عليه يجوز ان تقعد كذا وكذا انما التانيين لا بس برضو عشان خاطر نبين لان جه فتره من الفترات الناس اللي هم المتشددين جم بالنسبه لاخت الزوجه ومش عارف ايه وبتاع انا عامل شغلانه وبتاع كاني انا واخد الزوجه دي بس كده وما اعرفش حد غيرها لا احنا فيها اختها انا اللي اتعامل بادب صحيح وهي نفس الشيء تتعامل بادب وبحشمه انما يمنع من الكلام ما يمنعش من الكلام يمنع ان احنا نتشاور في شيء واختها قاعده اللي هي الزوجه ما بيعملش كده والا منين هيجي التواصل والتراحم منين انت هتبقى صهرنا ونسيبنا مش هتيجي فعشان كده بقول الاخوات الاخوات شيء والحما الام شيء اخر بس لا نريد ان ناخذ هذا الامر بعنف او بشده انما من هنا العرف هنا يسود ويحكم صحيح بس العرف الصحيح فاذا كانت البنات دول اخواتها قاعدين متخففات او شيء لا يجي جوز اختي ده مش اخويا ولا زوجي يبقى ده مش متحرم عليا من هذه الناحيه تمام انما اللي متحرم عليا بس معاه ان هو يتجوزني على اختي لا يتزوج الرجل على اخت زوجتي لا يجوز يجمع بين اختي العرف اللي متماشي مع الشرع هو اللي احنا ممكن العرف اللي ماشي مع الشرع تمام نعم تمام يعني اخونا بقى شريط الجميل ده وخايف على حقه من دلوقتي ايوه هو لسه عنده 14 سنه وشايف ان باباه متنازل عن حقه او انا بقوله بس يا شادي ممكن ساعات بتيجي حالات ابوه شايف ان البيت اللي فيه الناس دول قاعدين اخواته ومش لاقيين مكان تاني فلو خرجهم يا شادي ما لهمش مكان وهم قليل المال او ما عندهمش فلوس يا شادي ياخدوا مكان بره فبابا مستني طالما ان البيت مكتوب باسم الجد او كده او الجده كل هياخد حقه بعد كده بس هو منتظر يوجدوا مكان اتنقلوا فيه عشان الاولاد اللي انت يا شادي واخواتك عشان برضو دول ياخدوا حقهم بعد كده مش لازم دلوقتي يا شادي صحيح. فمش عاوز تستعجل على باباك لان باباك بيعمل شيء من صله الرحم ولكن ده مش معناه ان احنا نترك حقوقنا الله يفتح عليكم كويس ان احنا بيتصل بينا الشباب الصغير ده اللي احنا مستهدفينه بصراحه صحيح. زي ما احنا بدانا جميل. من الاول شادي جميل. انا بشكر فضيله العالم الفقيه دكتور مجدي عاشور ونطلع فاصل نرجع تاني.